أشاد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، وما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة وملموسة لتوفير الأمن والسلام والطمأنينة لضيوف الرحمن من أبناء الأمة الإسلامية الذين تجاوز عددهم 2 مليون حاج. جاء ذلك لدى لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر منى بعد أداء معاليه لمناسك الحج. وقد نقل معالي رئيس مجلس النواب تحياتي وتقدير جلالة الملك المفدى إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أعرب معاليه عن اعتزازه وتقديره للرعاية السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين والاهتمام الكبير الذي يوليه رعاه الله لضمان توفير كافة الإمكانيات والخدمات لتيسير سبل أداء فريضة الحج للمسلمين من كل أرجاء العالم بكل راحة واطمئنان.